بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018، الجو عندنا مليح، السما صافية، الشمس طالعة. كما العادة اليوم الجمعة خرجت القش تاع الفراش تاع الرقاد وكل خرجته لبرا، خرجته يتهوى. البلاصة هذيك اللي لهيتك هي البلاصة اللي يلعبوا فيها وليداتي، يعني هي البلاصة تاع اللعب تاعهم. الشكارة تاع الدقيق هذه هي اللي نغلق بها الباب في الليل. خطر الباب ما عندوش باه يسكر باش يتغلق. اليوم ثاني فتحت التواقي والبيبان باش تتهوى الدار. الدار هذه فارغة، ما درت فيها والو. الدار اللي راني فيها دوكا كون نصيب نصور كل ركن فيها باه تبقى لي للذكرى انا وليداتي. هذا القضية اللي راهي لهنا فوق البوطاجي هي قضية ما نقولش شريتها انا، هي قضية جابها لنا فاعل خير، جابها واحد ما على بالناش اصلا شكون هو، ما حبش يقول الاسم تاعو، دزها مع واحد قال لك ادعيولي دعوة الخير. هذا مكان الجهة هذه اللي في الدار نشرت فيها قش وحده، قش الفريش ثاني تاع الرقاد، نشرت الزرابة والبساطات.